الله لا يوفقكم يا هالتكاسي. شو بفكريني حولة ما بشوف؟ ولخم لك اياها تشف لزقها بالحيط خوف الله مثل هان وهناك، وقالها لدي علي جاية ومرعد هسه بتضب اغراضك وعلى بيت اهلك عجل. شو هو اني بكذب عليكي؟ لا سمح الله، هشو لعن اني ربيت رجال مثل ما بقولك، واليوم حلف يمين الطلاق غير يوصلني ويرجعني من عندك. هلو يما، انت جاي تاخذني؟ مثل ما اتفقنا يما، ان شاء الله ما بتاخر عليكي. يا برعد. اهلين بابا. اسمع يابا، هسه بتاخذ تاكسي وبتطلع على الحج ام محمود، بتاخذ جدتك من هناك. اي شو هالحكي يا ابو زكي؟ ولا مش وقت هبلك هسه. بابا شو عم تحكي؟ اي اليوم لو طلع براسي شجره ما في تاكسي رح يوصلني. دبر حالك يا رعد، جدتك بتستنى هناك، ما تتاخر عليها. يلا سلام. ايش بابا؟ شو سلام ما سلام؟ عوين يا شاب؟ على المدينة لو سمحت. اي شو بتحب جدتي تستناك على دوار عبدول مثلا؟ مزقع وجهك صحيح، وهي واحد تاني، شوف ايش خيرك بالبلد. هي تاكسي جاي لازم اوقفه باي طريقة. تاكسي؟ لا هيك كتير. مش عاجبهم شكلي؟ أنا برجيهم. هاي. هلا هلا هلا. هاي تين يا ستي، هلا بالقمر. ترى هذول زهران كلياتهم. عالمدينة إذا بتريد. عالمدينة؟ ماشي يا توبري قلبي. مزقع وجهك. بس إن شاء الله ما نزعجك في الدخان يا مزمزي. لا 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 لا، ما في مشكل. يسلموا يسلموا على المشكل. أي انتبه يا زلمة. قصدي خلي عينك هالسيارات بلا ما تعمل لها مشكل اليوم. ما تخافي يا مزمزي، ما تخافي، بس خليني أربي أخ. بابا انا داري، انا عارف شو اللي رماني على هالشغله. بتصدقي يا مزمزيل اني معي بكالوريوس؟ بكالوريوس مره واحده؟ مثل ما بقول لك، بكالوريوس بالنحل. وهذا يا مزمزيل مش سنه ولا سنتين، هذا دراسي 7 سنين. بابا وين وصلت؟ عند بكالوريوس النحل، قصدي لساتني باول الطريق، ما في داعي للعصبيه، مش انا اللي عم بسوق. اتأخرت؟ ايه اوكي، ايه هلأ بقول للشوفير يبرم عجلاته اسرع شوي. كان قلتيلي من زمان انك مستعجلة يا قلبي. الله يسامحك. صدقيني ما بزل عليكي، اذا ست راسي وايدي وسامحتها. بعرف بعرف اني اصيلة، طول عمري اصيلة. بقول لك من اول ما جيتي انك قاعدة على حبل الاكسجين. ايش شو اعمل؟ شو اساوي؟ اقوم عنه اقوم عنه. على اذنك بس خليني انتش لي كاسة قهوة. شو هالشغلة وبعدين معه؟ اتأخرت عليك يا مزمزة، ماليش سامحيني. يا حرام هالصبية، مش لاقي تاكسي صلها ساعتين، بدها تنزل على الطريق، في مانع تطلع معنا؟ اتفضلي اركبي يا اختي. اسمع خيو، لهون وبس، انت كتير زودتها. ولك يا شو مفكر حبيبي؟ انا عندي اجرين امشي عليهم، الله لا يوفق. بابا وين صرت يابا؟ هيني قربت اوصلها كعابي.
يابا أم محمود تعبت وجدتك راحت معها على المستشفى اللي جنب بيتنا، بتحمل حالك وبتاخذ تاكسي وعليها طوالي. تعرف هذا أحلى خبر وصلني اليوم، عشان أنا كمان لازمني مستشفى. معقول؟ أنا مش مصدق عيوني. اطلع يا ولد اطلع، مش عارف توقف تاكسي؟ رعد يا ابني، سلم على الحج. عالعافية. هلا هلا. يا حجة، وين كنا بالحديث؟ كنا بنحكي عن السمنة البلدية. طب بتصدقي يا حجة اني لهلا كل يوم بفطر بيض مقلي بالسمنة البلدية. لهيك ما شاء الله لساتك شباب، ما شاء الله عليك. حجي على اليمين. يا ابني كيف حكيت لي من قبل؟ هي راحت علينا الدخلة هلا، تسحب معنا لآخر الأوتوستراد. يلا نكسبها الطل الحلوة.